مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، اسعد الله مساءكم جميعا بكل خير ومحبه وسرور. نحييكم باجمل تحيه مسائيه بعد نهايه الرموز وتتويج الفائزين برموز امسيه هذه الليله. تهنئه والناموس لكل الفائزين في هذا المساء بالرموز. هنا نتابع معكم انطلاقه ثامن اشواطنا وشوطنا الثامن والخاص بانطلاقة الثنايا لبكار المهدنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل التي نتابعها من أرضية هذا الميدان. نسير معكم هنا إلى صدارة هذا الشوط والانطلاق والتحدي. هنا نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط والمنطلقة الوثبة للصغير بن محمد بن سعيد بن محيضد النيادي من تأتينا بصدارة وبالمركز الأول، بينما المركز الثاني المنطلقة الشاهينية للسهيل بن نخيرة بن صالح المزروعي تأتينا على ثانية المراكز، والمركز الثالث المنطلقة الوسمية لسالم بن سيف بن علي بن كليب لجتبي يقدم لنا الوسمية. هذا الانطلاق المميز، الوصول هنا من الزاير، هنا كليفيق بن سعد بن ناصر بن كليفيق لعتيبي من يقدمها هنا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء المميز، بينما القادمة على المركز الخامس هنا والمنطلقة اليافل لمحمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي مع الهداف من يقدمها في التضمير هنا بهذه الانطلاقة. الوصول من الشاهينية، الشاهينية محمد بن علي بن راشد بن كليب لقتبي منطلقة هنا على المركز السودس، وعلى المركز السابع المركز السابع والقادمة من الجانب الآخر تأتي ذي قار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من يأتينا بذي قار هنا على المركز السابع. المركز الثامن الشاهينية محمد بن راشد بن أرحمة الدرمكي يقدمها هنا بانطلاقتها وتحدياتها هنا سابعا، بينما المركز الثامن أو المركز التاسع القادمة من الجانب الآخر وصلت مشاهدينا الكرام هنا الدهمة محمد بن نايع بن سالم النعيمي، بينما عاشر مراكزنا تأتي جمانة هنا لسعيد بن منانة بن غدير الكتبي من يقدمها على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، دعناها على حضراتكم والأسامي المتواجدة خلف المراكز العشرة الأولى. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط، إلى المقدمة، إلى المركز الأول والمنطلقة بالصدارة. هنا تأتينا الشاهينية لسهيل بن نخيرة، هنا أيضا بن صالح المزروعي منطلقة بالصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني والقادمة من ميدان التحدي بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. هنا منطلقة بتحدياتها تأتينا الذاير كليفيخ بن سعد بن ناصر بن كليفيخ العتيبي منطلقة على المركز الثاني، والمركز الثالث تأتي اليافل لمحمد بن علي بن حماد الشامسي منطلقة على المركز الثالث، والمركز الرابع تأتي الدهمة هنا لمحمد بن نايع بن سالم النعيمي منطلقة على المركز الرابع. هنا خامس المراكز الضبية خليل بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي يقدم الضبية خامسا، وعلى المركز السادس المركز السادس والمنطلقة الشاهينية هنا لمحمد بن علي بن راشد بن كليب لقتبي، ووصل الذقار ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، وهنا الوصول، الوصول هنا من بينونة مانع بن علي بن محمد بن حماد الشومسي يقدمها هنا ايضا، علي بن سعيد الزرعي يقدمها في المتابعة والتضمير.
تاسع مراكزنا من الجانب الآخر القادمة في هذه اللحظات. هنا الوسمية سالم بن سيف بن علي بن كليب لقتبي وعلى المركز العاشر، المركز العاشر والمنطلقة غارة غانم بن محسن بفلاح الهاجري من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى، دعناها على حضراتكم بهذه الانطلاقات والتحديات المسائية. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من تتابعوننا عبر دبي ريسنج والقنوات الناقلة لهذا المهرجان السنوي الكبير. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة هنا وصدارة هذا الشوط والمنطلقة الشاهينية لسهيل بن خير بن صالح المزروعي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. المركز الثاني والمتسللة على ثاني المراكز هذه اللحظات هنا القادمة هذه الانطلاق والتحدي الجميل. وصلت هنا، وصلت بينونة، بينونة تتسلل من مركز إلى مركز. مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي أن تنطلق على المركز الثاني، المركز الثالث من ذعناها عاشرا تأتي غارة غانم بن محسن بن فلاح الزايد الهاجري هنا من تنطلق على المركز الثالث والمركز الرابع الضبية خليل بن راشد بن علي بن مفتاح الشومسي تأتينا على رابع المراكز. والمركز الخامس اليافل 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 محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي منطلقة خامسا بعد الأربعة كيلومترات، بينما ذي قارة تأتينا على المركز السادس. هنا ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند بن تنطلق سادسا وعلى المركز السابع. هناك الوسمية المنطلقة من الجانب الآخر، هذه الانطلاقة الجميلة هنا المندفعة هنا لسالم بن سيف بن علي بن كليب اللي اكتبي من تأتينا بانطلاقتها واندفاعتها سابعا. المركز الثامن الشاهينية لمحمد بن علي بن راشد بن كليب اللي اكتبه يقدمها هنا على المركز الثامن والمركز التاسع. المركز التاسع والمنطلقة هنا التماس سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي يقدمها توسعا وعاشر. مراكزنا المنطلقة الدهمة محمد بن نايع بن سالم النعيمي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى والأسامي القادمة خلف المراكز العشرة الأولى، أيضا أسامي قادمة. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول صدورة هذا الشوط. هنا والانطلاق من بينونة، من اندفعت بالصدارة اندفعت بالمقدمة وبالمركز الأول وصدورة هذا الشوط. بينونة بينونة هنا من انطلقت بالتحدي الجميل مانع بن علي بن محمد بن حماد الشومسي من يقدم لنا بينونة. هنا أيضا من انطلاقة علي بن سعيد الزرعي يقدمها على المركز الأول. اليافل على المركز الثاني، اليافل هنا منطلقة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشومسي مع هادي بن عفطان المنصوري بقيادة التضمير. أما المركز الثالث، المركز الثالث القادمة على ثالث المراكز غارة غانم بن محسن بن فلاح الزايد الهاجري تنطلق على المركز الثالث. المركز الرابع الشاهينية هنا لسهيل بن خير بن صالح المزروعي وذي قار القادمة على المركز الخامس. ذي قار لعصر بن عبد الله بن احمد المسند هنا ملك السيوف يقدمها بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل، بينما من الجانب الآخر القادمة والمتسللة بهذه اللحظات هناك الوسمية الوسمية، وشهدنا سلالة الوسمي أيضا بسجلها المميز الجميل. الوسمية هنا لسالم بن سيف بن علي بن كليب لقتبي بعد المنعطف الأخير والالتفاف الأخير 2 كيلومتر ما تبقى على نهاية هذا الشوط. القادمة القادمة في هذه اللحظات وصل شعار بن ثلاب
وصل شعار بن ثلاث وقادمة القادمة الطائف بن محمد بن فري بن علي بن حمودة الظاهري أيضا قادمة هنا في هذه اللحظات. يا سلام التحديات، هناك وصول من منصورة محمد بن علي بن حمد بن كليع البري وطافت الأمواج، هنا قادمة لسعيد بن حمد بن مصلح الحبابي يقدمها بأول إذاعة. هنا نعود إلى الصدارة، نعود إلى أبناء بن حماد، هنا يتنافسون على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة الشوط. هنا بانطلاقة بينونة مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، وهناك تاتينا اليافل لمحمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. القادمة الله الله، القادمة منصورة محمد بن علي بن حمد بن غريع المري، وهناك الوسمية لسالم بسيف بن علي بكليب الاكتبي وذي قارة، القادمة أيضا ذي قارة لناصر بن عبد الله بن احمد المسند، ووصلت هنا الطائله 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 محمد بن هري بن علي بن حموده الظاهري قادمه. نبقى مع هذه الاسماء، نبقى مع هذه الانطلاقات هنا والتحديات بعد الكيلو متر الاخير، الصداره والمقدمه والمركز الاول وصداره هذا الشوط. هنا بينونة 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 واليافل، وهنا تأتينا منصورة. السلام منصورة من غيرت إلى الصدارة إلى المقدمة، ولكن عادت بينونة، عادت بينونة. السلام يا سلام يا سلام بينونة مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، ومن الجانب الآخر اليافل لمحمد بن علي بن حماد الشامسي. الله الله هذه الانطلاقة الجميلة والتحدي الأخير، ولكن بينونة 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 من تتسلل إلى الصدارة إلى الفوز. سلام للعاصمة أبو ظبي، سلام سلام على هذا الأداء المميز الجميل هنا لبينونة مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. التهنية لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي داعم هذا الشعار. شكرا شكرا براشد من قدمها، علي بن سعيد الزرعي، وها هي لحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز ومعلنة الناموس. المركز الثاني اليافل لمحمد بن علي بن حماد الشامسي، المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام منصورة لمحمد بن علي بن حماد بن كريع المري، وعلى المركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام هنا تأتينا ذيبة، هنا فايز بن عمر بن سالم بن عمر العامري، بينما المركز الخامس كانت انطلاقة ذي قار لناصر بن عبد الله بن احمد المسند بن حلت على المركز الخامس. هذه هي النتيجة لمراكزنا الخمسة الاولى. متابعة التوقيت الزمني هنا 12 دقيقة 17 ثانية جزئين من الثانية، التوقيت الزمني لبينونة. تهانينا لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي على هذا الفوز المميز الجميل. شكرا براشد من قدمها بهذه الانطلاقة، بينما اليافل من حلت على المركز الثاني هنا بانطلاقة هنا محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي بقيادة هادف بن عفصان المنصوري، وسجل التوقيت الزمني مقداره 12 دقيقة 19 ثانية جزئين أو سبعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. أما المركز الثالث فكانت الانطلاقة هناك من قبل منصورة لمحمد بن علي بن حمد المري، هنا أيضا بن قريع، وسجل التوقيت من 12 دقيقة 21 ثانية وتسعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل،